اهلا ومرحبا بكم طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده عن الوحده الرابعه بعنوان روائح حضاراتنا الاسلاميه، الدرس الثاني بعنوان روائح حضاراتنا الاسلاميه في النظام الاقتصادي والاجتماعي. قبل ما نبتدي درسنا النهارده عندنا مراجعه جزئيه، والسؤال الاول بيقول صوب ما تحتوي خط. انشئ البيمارستان المنصوري في عصر الدوله الفاطميه. طبعا كلنا عارفين ان البيمارستان المنصوري انشئ في عصر الدولة المملوكية او دولة المماليك. رقم 2 بيقول لي انتهت دولة المماليك في مصر على اثر معركة مرج دابق. الاجابة هتبقى بتاعتي معركة الريدانية. 3 انشأ الخليفة عثمان بن عفان ديوان الخراج. طبعا اللي انشأ الدواوين بما فيها ديوان الخراج كلنا عارفين الخليفة عمر بن الخطاب. دلل في عصر الامويين والعباسيين تطورت وزادت سلطة صاحب الشرطة. تاني، في عصر الأمويين والعباسيين تطورت وزادت سلطة صاحب الشرطة. هنا أقول له حيث أصبح له الحق في النظر في الجرائم وإقامة الحدود والحفاظ على حياة الخلفاء. أولا النظام الاقتصادي. المسلمون في بداية عهدهم اهتموا بتنظيم الحياة الاقتصادية سنة تانية. إزاي المسلمون الأوائل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين اهتموا بتنظيم أمورهم الاقتصادية عن طريق عدة أمور، منها 1 إنشاء بيت المال، 2 الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية. بيت المال كلنا عارفين ديوان بيت المال، وده أنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كلنا عارفين سنة تانية إن الدولة الإسلامية اتسعت الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وتطور النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية. عشان كده مستر هنا بيجي يقول لي بما تفسر تطور النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب، وده كان ليه أسباب. أو بصيغة تانية، ليه الخليفة عمر بن الخطاب هيبدأ إنه يهتم بالأمور الاقتصادية ويبدأ إنه يطور النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية؟ ده لأن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كلنا عارفين سنة تانية ان الدولة الاسلامية اتسعت اتساعا كبيرا، وبالتالي طبعا كلنا عارفين كل ما الدولة بتتسع كل ما ايراداتها هتتعدد، كل ما الايرادات والدخل اللي داخل لخزانة الدولة هيكتر وهيتعدد، وبالتالي برضو المصروفات اللي الدولة بتصرفها او اللي الحكومة بتصرفها هتتعدد وهتزيد. فبالتالي بقت في حاجة على الخليفة عمر بن الخطاب انه ينشئ ديوان او هيئة تكون مختصة بالايرادات والمصروفات. يبقى لما يقول لي بما تفسر ليه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تطور النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية، أقول له بسبب اتساع الدولة الإسلامية وتعدد إيراداتها ومصروفاتها. وده اللي هيدخلنا في حاجة تاني، هيقول لي طيب إيه هي إيرادات بيت المال؟ يبقى بيت المال اللي هنتكلم عليه ده ليه إيرادات، وهنتكلم عليهم واحدة واحدة مع بعض. أول حاجة مستر عندي من إيرادات بيت المال وهي الزكاة. إيه هي تعريف الزكاة مستر؟ الزكاة كلنا عارفين هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، والزكاة هي عبارة عن مبلغ من المال بيفرض على كل مسلم بس بشرط انه يكون قادر. طب هو ايه الفايدة او ايه الفكرة او ايه حكمة ربنا سبحانه وتعالى من الزكاة؟ الزكاة هي مبلغ من المال بيجمع من المسلمين القادرين عشان يعاد توزيعه بعد ذلك على فقراء المسلمين. يبقى انا باخد من الغني عشان ادي للفقير، هي دي الزكاة. الزكاة ما المقصود بيها؟ هي ركن من أركان الإسلام فرض على كل مسلم قادر ليعطى للفقير. تاني حاجة بيقولي من إيرادات بيت المال وهي الجزية. قال لي الجزية هي مبلغ من المال كان يؤخذ من أهل الذمة اللي هم المسيحيين أو اليهود مقابل حمايتهم، ويعفى منها الرهبان والأطفال والنساء وغير القادرين. تاني، يبقى لما يجي سؤال في الامتحان ويقول لي اكتب ما تشير إليه العبارة مبلغ من المال كان يؤخذ من أهل الذمة مقابل حمايتهم ويعفى منها الرهبان والأطفال والنساء وغيرهم، هقول له الجزية. وناخد بالنا ان الزكاة والجزية من ايرادات بيت المال، يعني الفلوس اللي داخلة لبيت المال. رقم 3 الركاز. والركاز هو ضريبة كانت تؤخذ على كل ما يخرج من باطن الارض من معادن. فاكرين سنة تانية في الجغرافيا كنا بناخد ان باطن الارض مليء بالثروات المعدنية، واستخراج هذه المعادن من باطن الارض ده كان نشاط كان بيطلق عليها مستر نشاط التعدين. دي من الانشطة القديمة اللي كانت معروفة من العصور القديمة، دي مش انشطة حديثة، حاجات معروفة من زمان. ايام الدولة الاسلامية
برضو كان في استخراج للمعادن من باطن الارض. كل ما كان يخرج من باطن الارض كان بتفرض عليه ضريبة، مبلغ من المال. الضريبة اللي كانت بتفرض على كل ما يخرج من باطن الارض كان بيطلق عليها الركاز. يبقى ما المقصود بالركاز؟ هي ضريبة كانت تؤخذ على كل ما يخرج من باطن الارض من معادن. بعد كده حاجة تانية برضو من ايرادات بيت المال، وهي الغنيمة. كل ما كان يحصل عليه المسلمون من غنائم في فتوحاتهم الإسلامية. تاني، الغنيمة، كل ما كان يحصل عليه المسلمين من غنائم، يعني مكاسب في فتوحاتهم الإسلامية. طب يبقى احنا كده اتكلمنا على الزكاة، واتكلمنا على الركاز، واتكلمنا على الغنيمة، واتكلمنا على الجزية. نتكلم على حاجة تانية مع بعض يا مستر، وهي الإيراد التالي، هو العشور. ضريبة العشور هي ضريبة كانت تؤخذ على بضائع التجار الغير مسلمين القادمين من الخارج، نظير مرور تجارتهم داخل الأراضي الإسلامية. التعريف طبعا موضح نفسه، لو في تاجر غير مسلم جاي بتجارة معاه بضائع ومعدي على الأراضي الإسلامية، معدي داخل الدولة الإسلامية أو داخل الدولة الإسلامية علشان يبيع البضائع بتاعته دي، وهو تاجر غير مسلم، كانت بتفرض عليه ضريبة اللي هي بتشبه دلوقتي إلى حد ما الجمارك مثلا اللي بتفرض مصر على البضائع اللي التجار بيجيبوها أو التجارة المرة بأراضي دولتنا. خلاص، دي كان بيطلق عليها أيام الدولة الإسلامية ضريبة العشور. يبقى العشور هي ضريبة كانت بتأخذ على بضائع التجار المسلمين، صح ولا غلط؟ لا، غير مسلمين القادمين من الخارج. الإجابة خاطئة، هي كانت ضريبة بتأخذ على بضائع التجار غير المسلمين القادمين من الخارج، ودي كانت نظير أو مقابل مرور تجارتهم داخل الأراضي الإسلامية. بعد كده هنتكلم مع بعض على الخراج. قال لي الخراج هي ضريبة كانت تفرض على ما تنتجه الأراضي الزراعية في البلاد التي فتحها المسلمون أو أخذوها صلحا، وتقدر قيمتها حسب جودة الأراضي الزراعية. يبقى الخراج ضريبة كان بيفرضها على كل ما تنتجه الأرض الزراعية، الحاجات اللي تخرج الأرض الزراعية من ثمار هناخد منها الضرائب، إما في البلاد التي فتحها المسلمين أو أخذوها صلحا، وتقدر قيمتها حسب جودة الأرض الزراعية. هنتكلم بعد كده على حاجة تانية مستر معانا، وهي مصروفات بيت المال. طب قبل ما نخش على مصروفات بيت المال، نقول كده ايه هي ايرادات بيت المال. اول حاجة كان عندي الزكاة، اتنين الخراج، والجزية، العشور، والركاز، والغنيمة. هنتكلم بعد كده على ايرادات او مصروفات بيت المال. اللي كانت ايرادات بيت المال تنفق للصرف على، تعال نشوف مع بعض يا مستر، هي كان الفلوس اللي بتجينا لبيت المال بنصرفها على ايه. طبعا ايرادات بيت المال، كل الايرادات اللي كانت بتخش بيت مال المسلمين كانت بتنفق على عدة اوجه. واحد، الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة، والكلام طبعا واضح. اتنين، رواتب العاملين بالدولة. كل الايرادات اللي كانت بتدخل بيت المال كان منها اجزاء بتطلع ينفق بيها على الفقراء والمساكين وكل الاحتياجات الخاصة. اتنين، رواتب بيطلع منها بالدولة. كمان رواتب الموظفين اللي شغالين في الدولة، رواتب العاملين بالدولة. كمان كان بيطلع جزء من هذه الايرادات ينفق على الجيش والاسطول، ما هو الجيش والاسطول محتاج يتحدد له ميزانية. مبالغ او ميزانية، زي ما بنقول كده دلوقتي، ميزانية ننفق بيها على الجيش والاسطول وعلى تسليحه. اربعة، انشاء المؤسسات التعليمية والصحية. مؤسسات تعليمية زي ايه يا مستر؟ زي المساجد والكتاتيب والجامعات زمان، والمدارس، والمؤسسات الصحية زي المستشفيات، زي البيمارستانات كده لو نفتكر ايام الدولة الاسلامية. طب المؤسسات دي كلها مش محتاجة اموال علشان نقدر نبنيها ونقدر نجهزها. هي الايرادات اللي بتجيني من بيت المال، كما قلت برضو المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية. يبقى انا زي ما انا عندي ايرادات، زي ما انا عندي مصروفات، قلنا تصرف على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة. اتنين، رواتب العاملين بالدولة، الجيش والاسطول. اربعة، انشاء المؤسسات التعليمية والصحية، وانشاء المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية. وطبعا الجزئية دي ممكن يجي لنا فيها سؤال دلل او برهن على صحة العبارة، تعددت مصروفات بيت مال المسلمين. تعددت مصروفات بيت مال المسلمين، ايه دليلك ان مصروفات بيت مال المسلمين كانت متعددة؟ طبعا هنقول له المصروفات الخمسة اللي احنا قلناها. بما اننا اتكلمنا عن المصروفات والايرادات يا مستر، يبقى المصروفات والايرادات وبيت مال، يبقى بنتكلم عن المال، الفلوس. ايه هي بقى النقود اللي في الدولة الاسلامية؟ الدولة الاسلامية كان بيستخدم فيها عملتين شهيرتين،
وده كان منذ بداية عصر الخلفاء الراشدين. العملتين أو العملات اللي كانت مستخدمة في الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين هما الدينار البيزنطي والدرهم الفارسي. الدينار البيزنطي وده كان بيصنع من الذهب، أما الدرهم الفارسي وده كان بيصنع من الفضة. هذه العملات ظلت سائدة حتى دخلت الدولة الإسلامية في العصر الأموي. وفي خلال العصر الأموي جه خليفة أموي شهير وهو الخليفة عبد الملك بن مروان. الخليفة عبد الملك بن مروان غير أو عدل كثيرا في هذه العملات عشان تبدأ تاخد الشكل الإسلامي. طب هتبدأ تاخد الشكل الإسلامي إزاي يا مستر؟ العملة هتبدأ تاخد الشكل الإسلامي إزاي في العصر الأموي أو في عهد عبد الملك بن مروان؟ واسم الخليفة، وده كان تغيير في أيام العصر الأموي زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة مع بعض. يبقى النقود في الدولة الإسلامية يجي يقول لي ده علامة صحة وقدر. الدينار البيزنطي وكان يصنع من الفضة، أقول له طبعا غلط، الدينار البيزنطي كان يصنع من الذهب. والدرهم الفارسي كان يصنع من الفضة. يجي يقول لي تاني من هو أدخل أو ظلت العملات سائدة حتى العصر الأموي وأدخل عبد الملك بن مروان التعديلات. يقول لي هنا من هو الذي أدخل التعديلات على النقود في الدولة الإسلامية؟ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. نتكلم على الأنشطة الاقتصادية في الدولة الإسلامية مع بعض، وأول نشاط بنتكلم عليه إذا اتكلمنا عن الاقتصاد يبقى نتكلم عن زراعة وصناعة وتجارة. وأول حاجة هنبتدي بيها مع بعض النهاردة هي مستر الزراعة. بيقول لي ازداد الاهتمام بالزراعة مع اتساع الدولة الإسلامية. طب إيه دليلك إن المسلمين اهتموا بالزراعة؟ هقول له الحكام المسلمين اهتموا كثيرا بالزراعة، والدليل على ذلك عدة أمور قاموا بيها، منها واحد إن المسلمين دائما اهتموا بشق الترع والقنوات، اثنين اهتموا بإقامة الجسور، ثلاثة اهتموا بإصلاح واستصلاح الأراضي الزراعية وزيادة مساحة الأراضي الزراعية. كل دي أدلة وبراهين على اهتمام المسلمين بالزراعة. يبقى ايه دليلك على اهتمام المسلمين بالزراعة؟ هقول له حيث قام المسلمون بثلاث نقط، شق الترع والقنوات، اثنين إقامة الجسور، ثلاثة إصلاح الأراضي الزراعية، وده أدى إلى جودة الأراضي الزراعية بعد ذلك وزاد إنتاج الأراضي الزراعية في الدولة الإسلامية. يبقى أنا هنا ممكن يقول لي ما النتائج المترتبة على اهتمام المسلمين بالأمور الزراعية أو بالزراعة؟ ده هنقول له أدى إلى جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجها. من هنا كمان بيقول لي تنوع المناخ داخل الأراضي الزراعية كان ليه نتيجة إيجابية جدا، وهي أدى إلى تنوع محاصيلها. كلما تنوع المناخ في الأراضي الزراعية الدولة الإسلامية أدى إلى تنوع المحاصيل في الدولة الإسلامية. ودي نقطة مستر احنا كلنا عارفينها من الجغرافيا، دايما في الجغرافيا كده بنقول ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ مثلا في الوطن العربي؟ أدى إلى تنوع المحاصيل في الوطن المحاصيل الزراعية. نفس السؤال في التاريخ، إيه النتائج المترتبة على تنوع المناخ داخل الأراضي الإسلامية؟ ده برضو أدى إلى تنوع المحاصيل ما بين الولايات الإسلامية. تاني نشاط هنتكلم عليه هو نشاط الصناعة. الصناعات في الدولة الإسلامية كانت متعددة ومتنوعة. فمثلا من الصناعات اللي عرفها المسلمين واحد الصناعات الفخارية، ودي مثل الأواني الفخارية زي ما قدامي على الشاشة بالضبط، الأواني الفخارية اللي عرفها المسلمين. برضو هنا كان بيجي لي السؤال الأول يا مستر يقول لي عرف المسلمين العديد من الصناعات، هقوله لتوفر المواد الخام في الدولة الإسلامية. يبقى أنا عندي مواد خام فبالتالي هعمل منها الصناعات، وزي ما قلنا مثل الصناعات الفخارية وهي قدامنا مثل الأواني الفقرية. اثنين أكيد طبعا لأن كل صناعة بتبقى معتمدة على مادة خام معينة، فأنا لما يكون عندي مواد خام متنوعة ومتعددة أكيد هيبقى عندي أنواع متعددة من الصناعات، وده اللي هيبان قدامنا في الجزئية دي إن المسلمون عرفوا العديد من أنواع الصناعات المختلفة، منها واحد قلنا الصناعات الفقرية، اثنين الصناعات المعدنية، ودي من اسمها باين إن دي الصناعات اللي كانت قائمة اعتمادا على المعادن المختلفة. ومن أمثلة الصناعات المعدنية اللي صنعها المسلمين الأواني والأسلحة. رقم ثلاثة اللي الصناعات الخشبية زي الأبواب والأساس، يعني زي كده العفش بتاع البيت، وكانت برضو من الصناعات الخشبية زي ما أنا شايف قدام صورة أبواب كانت عندي من الأخشاب. أربعة الصناعات الغذائية. الصناعات الغذائية ودي كانت مثل صناعة مثلا عصر الزيوت أو استخراج الزيوت وتكفيف الفاكهة. خمسة قال لي الصناعات الزجاجية، وكان الزجاج قديما وما زال يصنع من الرمال البيضاء، دايما برضو على الشاشة الصناعات الزجاجية في عصر الدولة الإسلامية. الصناعات الكيميائية. الصناعات الكيميائية من أشهر الصناعات الكيميائية التي عرفها المسلمون
صناعة العطور وصناعة الصابون. طبعا مجال الكيمياء بشكل عام كان من المجالات اللي تفوق فيها المسلمين كثيرا، وده هيبان لنا في درس الرجاء اللي جاي، درس العلوم والأداب، هنشوف قد ايه المسلمين تطوروا في علم الكيمياء وفي مجال الكيمياء، وده ساعدهم على ان هم يطوروا في العديد من الصناعات الكيميائية، من اهمها صناعة العطور وصناعة الصابون زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا. بعد كده قال لي عندي الصناعات الجلدية زي الوسائد والسيور. الصناعات الجلدية مثل الوسائد والسيور زي ما انا شايف قدامي كده بالظبط، مجموعة من الوسائد التي كانت موجودة في الدولة الإسلامية. النوع الآخر من الصناعة صناعة المنسوجات. صناعة المنسوجات أو صناعة الغزل والنسيج كما يطلق عليها الآن، من أمثلة مثلا المنسوجات اللي اشتهر بصناعتها المسلمون المنسوجات القطنية اللي كانت مصنوعة من القطن، والمنسوجات الحريرية طبعا من اسمها اللي كانت مصنوعة من الحرير. يبقى كان في صناعة المنسوجات ومن أمثلتها المنسوجات القطنية والحريرية. ده دليل على أن عرف المسلمين بعض الصناعات وتكلمنا عليها بالتفصيل من صناعات فقارية. وهنا يجي لنا طبعا سؤال يا مستر، يقول لي برهن على صحة العبارة أو دلل على صحة العبارة تعددت أو تنوعت الصناعات في الدولة الإسلامية، إيه دليلك؟ هنقول له إن المسلمين عرفوا العديد من الصناعات، وأذكر له هذه الصناعات مثلا مثل الصناعات الفقارية والمعدنية والخشبية والغذائية والزجاجية والكيميائية والجلدية وصناعة المنسوجات. هنخش في حاجة تاني مع بعض، بما اتكلمنا على الزراعة واتكلمنا عن الصناعة يبقى نتكلم عن التجارة، وده النظام الاقتصادي او الانشطة الاقتصادية اللي كانت موجودة عند المسلمين. اول حاجة بيقول لي ازدهرت التجارة في الدولة الاسلامية، وهنا سؤال بيفرض نفسه بما تفسر ازدهار التجارة في الدولة الاسلامية، وده كان ليه العديد من الاسباب. رقم واحد هي تقدم الزراعة والصناعة، كلما تقدمت الزراعة والصناعة أدى إلى تقدم التجارة، إنشاء الأسواق والخانات والأساطيل البحرية والإسلامية. ثلاثة قال لي إصلاح الطرق التجارية. أربعة تمسك التجار المسلمين بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء، ودي كانت من النقط المهمة جدا اللي أدت إلى ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية، إن التجار المسلمين كانوا متمسكين بمبادئ الإسلام، مبادئ الإسلام اللي تمثلت في الأمانة والصدق والسماحة في البيع والشراء، وبالتالي كان في إقبال من جميع تجار العالم وجميع سكان العالم المحيط بينا يعني أو بالدولة الإسلامية على أن هم يتعاملوا مع التجار المسلمين، لأن هم كانوا بيتحلوا بمبادئ الأمانة في البيع والشراء. عشان كده بيجي لي سؤال هنا مستر، يقول لي ما النتائج المترتبة على عرف عن التجار المسلمين الصدق والأمانة؟ ده أدى إلى دخول كثير من الناس في الإسلام. كتير من الناس الغير مسلمين لما تعاملوا مع التجار المسلمين وشافوا المبادئ والقيم اللي بيتميزوا بيها زي الصدق وزي الأمانة، ده ساعد على ان هم يتعرفوا اكتر على الدين الاسلامي، لدرجة ان كثير من هؤلاء الناس دخلوا في الاسلام بعد ذلك. هنتكلم عن التجارة، ويقول لي يا مستر انقسمت التجارة في الدولة الإسلامية إلى قسمين، وإحنا عارفين التجارة إما تجارة داخلية أو تجارة خارجية. هنا بقى ما المقصود بالتجارة الداخلية يا مستر؟ التجارة الداخلية إحنا كلنا عارفين سنة تانية إن الدولة الإسلامية بمرور الوقت اتسعت وبدأت تشمل العديد من الولايات، تمام؟ زي ولاية مصر مثلا، ولاية الشام، ولاية الحجاز، ولاية العراق وغيرها من الولايات. لما يحصل حركة بيع وشراء ما بين الولايات الإسلامية بينها وبين بعض، أو بيع وشراء ما بين المدن الإسلامية بينها وبين بعض، أنا ما طلعتش يا مستر بره حدود الدولة الإيه؟ الإسلامية. تبقى تجارة داخلية. يبقى دي كده تجارة داخلية، يبقى ما المقصود بالتجارة الداخلية؟ هي حركة البيع والشراء داخل المدن الإسلامية أو داخل ولاياتها أو بين ولاياتها. عند التجارة النوع الثاني من التجارة وهو التجارة الخارجية، وهي حركة البيع والشراء، ولكن بين الدول او الدول الاسلاميه او الدوله الاسلاميه وغيرها من الدول. يعني مثلا تجاره ما بين الدوله الاسلاميه ودوله الروم، دي تعتبر تجاره خارجيه، بما انها تطلع تجاره من عندي تروح لدوله ثانيه. ثانيا الحياه الاجتماعيه، هنتكلم عن عناصر المجتمع الاسلامي، نقول تمثل عناصر المجتمع الاسلامي من العرب وهم اصل الدوله الاسلاميه، واختارهم الله لحمل رسالات الاسلام وتبليغها للناس لما كان لهم من صفات وخصال حميدة، ويمكن اتكلمنا عليها قبل كده الخصال والصفات الحميدة عند العرب. تاني حاجة مستر عندي برضو من عناصر المجتمع الإسلامي هم تاني عنصر كان موجود في الدولة الإسلامية أو تكون منه المجتمع الإسلامي هو الموالي. والموالي هم كل
الذين دخلوا الإسلام من غير العرب، الناس غير العرب اللي دخلوا الإسلام من البلاد المختلفة، ودول كان ليهم نفس الحقوق والواجبات اللي كان بيتمتع بيها العرب. الدين الإسلامي عمره ما فرق ما بين عربي وغير عربي. طبعا التفرقة كانت إلا بالتقوى والعمل الصالح، يعني ما فيش فرق ما بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح، ده الفرق الوحيد. إنما نفس الحقوق ونفس الواجبات اللي كان بيتمتع بيها العرب هي نفس الحقوق ونفس الواجبات اللي كان بيتمتع بيها الموالي. مين هم دول الموالي مستر؟ هم الذين دخلوا الإسلام من غير العرب ومن بلاد مختلفة، وكان ليهم أمثلة وكانوا كمان ليهم شهرة في الدولة الإسلامية. وفي من موالي من دخل الإسلام مثل صهيب الرومي، سلمان الفارسي، بلال الحبشي. وطبعا واضح من الأمثلة اللي عندنا إن في موالي كتير كان ليهم شأن عظيم في الدولة الإسلامية. من الأسامي الثلاثة اللي قدامنا صهيب الرومي، سلمان الفارسي، بلال الحبشي. ثالث عنصر من عناصر المجتمع الإسلامي وهم أهل الذمة. مين أهل الذمة؟ اللي هم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي. يبقى أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي، اللي ولم يجبرهم أحد على الدخول الإسلام، بل أمنهم الإسلام على حياتهم وأموالهم وأماكن عبادتهم. نتكلم على حاجة تانية مستر معايا في الدرس، هو المرأة في الإسلام. هل المرأة في الإسلام كان ليها دور أو كان ليها مكانة؟ المرأة طبعا في الإسلام كان ليها تمتعت بمكانة عالية ومرموقة في المجتمع الإسلامي. الدين الإسلامي أو الدولة الإسلامية لم تقلل تماما من شأن المرأة، بل اهتم الدين الإسلامي والمجتمع الإسلامي بشكل عام اهتم بالمرأة واهتم بإعطائها جميع حقوقها، سواء حقوقها السياسية الاقتصادية الاجتماعية. فمثلا المرأة في المجتمع الإسلامي كانت بتمارس جميع حقوقها، زي حق إبداء الرأي، تقول رأيها كما تشاء. كان لها حق التعليم، وده كان غير العديد من المجتمعات الأخرى في العالم. يعني كان في مجتمعات تانية موجودة في العالم في ظل أيام الدولة الإسلامية كانت بتحرم مثلا تعليم المرأة. المرأة ما كانش بتتعلم، لا، في المجتمع الإسلامي المرأة كان من حقها التعليم. يعني حصل تغيير في دور المرأة من عصور الجاهلية إلى العصر الإسلامي. ده صحيح، في المجتمع الإسلامي أو في العصر الإسلامي المرأة تمتعت بمكانة كبيرة تقريبا لم تكن تتمتع بيها من قبل. مثلا من الحقوق برضو اللي تمتعت بيها المرأة العدل والتملك. يبقى هنا يجي لنا سؤال يقول لي دلل حظيت أو تمتعت المرأة بمكانة مرموقة أو عالية في المجتمع الإسلامي. هنقول له حيث أعطاها الإسلام حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من حقها إبداء الرأي والتعليم والعدل والتملك. بعد كده بيقول لي برز في تاريخ الإسلام، يعني ظهر في تاريخ الإسلام العديد من النساء المسلمات. ظهر في تاريخ الإسلام العديد من النساء المسلمات، دول زي السيدة خديجة طبعا كلنا عارفينها، السيدة عائشة، السيدة زبيدة. والسيدة زبيدة طبعا كانت زوجة هارون الرشيد. يبقى نخلي بالنا من المرأة في الإسلام إنها حظت بمكانة عالية، اللي وأعطاها الإسلام حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من حقها إبداء الرأي والتعليم والعمل والتملك. وبرز في تاريخ الإسلام العديد من النساء المسلمات مثل السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة زبيدة وهي زوجة هارون الرشيد والسيدة أم عطية الأنصاري. وأخيرا سؤال المتفوقين، ما العلاقة بين التجارة وانتشار الإسلام؟ ما العلاقة بين التجارة وانتشار الإسلام؟ في انتظار إجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.